كلاسيكو الارض برشلونه وريال مدريد. مباراه بريس لالي هي مش بس مباراه دوري، لانه بنظري الدوري انتهى من زمان. مش عم يقس المدريديه، ولكن هذا الكلاسيكو مش اولويه للريال. كلاسيكو اياب الكاس هو الاولويه للريال، لانه في احتمال كتير كبير اذا الريال خسروا اياب الكاس ضد برشلونه الريال حيطلعوا بموسم صفر، وهذا الشيء اللي ما لازم يصير. مباراه حتكون حياه او موت لبرشلونه بكل بساطه بسبب قضيه نجريرا وتهمه الفساد، لدرجه انه حتى بيريز منه حاضر بالملعب حسب ما سمعت بسبب القضيه، من بعد ما كانت علاقه اداره الناديين مثل العسل، ولكن حاليا في حساسيات اداريه بين الريال وبرشلونه من بعد دخول الريال القضيه. انشيلوتي نزل بنفس تشكيله مباراه الليفر، توقع بكل بساطه وما تزعل مني يا مدريديه فوز برشلونه 2-1. بعدين بقولكم ليش توقعتها هيك، واحساسي بيقول انه ليفاندوفسكي وفينيسيوس رح يسجلوا بهالمباراه. بس بكل الاحوال بضل كلاسيكو كلاسيكو، بتضل مباراه تكسير عظام على مدريد دائما وابدا.